سؤال أول، أخت تسأل تقول: أنا متزوجة وزوجي لا يتغدى جيدا، أحلف له لكي يأكلها فلا يأكل، فهل علي الصيام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب هو أن هذا الذي تصنعه هذه الزوجة من المبار ومن الفضائل، وهذا إحسان لزوجها بارك الله فيها، فهي تحثه على الأكل، فهذا من الإحسان ومن الفضل ومن المبار، ولكن عليها أن لا تقسم عليه. ألا تقسم عليه؟ فقد يكون لديه مانع من الأكل، والمريض لا ينبغي أن يحمل على الأكل. ولا فإذا حلفت عليه فإن عليها أن تكفر عن يمينها ولا تعود إلى هذا الحلف. تكفر عن يمينها لا بالصوم، كثير من الناس يظنون أن الكفارة هي الصوم فقط، بل الكفارة مرتبة وهي إطعام 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فتطعم 10 مساكين تشبعهم، وإذا لم تجد صامت 3 أيام، والله أعلم.